أنا قبل ما أجي لهون على لبنان يعني بصراحة كنت عايشة بوحدة وعايشة بغربة برغم أنه أنا ببلدي وأمي سورية يعني بس يمكن شوي الوحدة أنه أنا بنت ميتم وما عندي أهل ما عندي قرايبي ما عندي حدا بنفس الوقت أنا بلدي غريبة جيت لهون كمان نفس الشيء يعني فرقت معي شوي القصص السياسية أكثر من ببلدي أنا اسمي منال من سوريا من الشام جيت على لبنان صار لي 8 سنين هون ببيروت أنا وعائلتي